وبالمناسبه هو النادي الاهلي ما اتغلبش، النادي الاهلي تعادل في مباراه امس. ليس طموح لاعيبه النادي الاهلي، وليس طموح جمهور النادي الاهلي، وليس طموح الجهاز الفني للنادي الاهلي، وليس طموح مجلس اداره النادي الاهلي ان يتعادل النادي الاهلي مع فريق اقل من المتوسط. الحقيقه خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، اقل من المتوسط، ولكن في نفس الوقت في ظل كل الظروف اللي حضراتكم شايفينها واللي بتسمعوا عنها واللي بيعتبرها البعض ان هي مبررات، استطاع النادي الاهلي ان هو يحرز هدف ويتعادل، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمنا في المباراه القادمه، لانها مباراه مش صعبه وفي نفس الوقت هي مباراه مش سهله. ليه؟ لان لو لعيبه الاهلي اللي موجوده ركزت في المباراه وركزت ان هي تكسب المباراه بعدد وافر من الاهداف هتقدر تعمل كده. وده اللي احنا ننتظره من اللاعبين في المباراه القادمه. فعشان كده انا دايما لما باجي اتكلم ان هناك بعض المباريات اللي بتبقى فيها وحش ولكن تعرف تكسبها او تعرف تتعادل فيها.